معي عبر سكايب من حمص الناشط الإعلامي بيبرس التلاوي. بيبرس، مساء الخير. من الداخل تفاصيل غير التي وردت في تقريرنا، كيف يحاول أهالي تعويض نقص الغذاء بسبب طبعا ارتفاع الأسعار وعدم وجود المال الكافي حتى للغذاء من السكان، كيف يحاولون التعويض إضافة إلى موضوع الأعشاب؟ مساء النور، تحية لك ولجميع المشاهدين أهلا وسهلا. الكرام. عندما عدم توفر المال، النقود بين أيدي الناس، عدم توفر اليد العاملة في المنطقة كونها محاصرة، وأيضا بالإضافة إلى أن لا أحد باستطاعته إدخال المساعدات إلى الحدود والقرى المجاورة لها، لأن قوات النظام تمنع أي إنسان يحاول أن يدخل ولو كان رغيف من الخبز. فالأهالي ينتشرون في الأراضي الزراعية من أجل الحصول على الخبيزة وأيضا بعض أنواع الأعشاب التي يتم طهيها، وأطعام الأسر وأيضا الأطفال الفقراء من ليس لهم معيد. فيما أننا نتحدث نحن عن الأسعار، لربما هو يوجد قسم أو كمية قليلة من الخضروات هي منتوج زراعي داخل المنطقة، ولكن تكون أسعارها مرتفعة جدا مضاعفة، والناس التي ليس لديها عمل غير قادرة على شراء هذه الخضروات. نتوجه نحن من جهة أخرى لأن لابد من تدخل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لقيامها بالضغط على النظام لفك الحصار، نعم، لنقل من متى الحولة محاصرة منذ لا يقل عن 4 سنوات. الحولة هي محاصرة والنظام دائما يريد أن يقطع القرى ويعزلها عن نعم. بعضها البعض في المنطقة ليضيق الخناق أكثر. طيب بيبرس، كما قلت يعني بعد هذا النقص والخبز غير متوفر أيضا، لو نصف أكثر يوم قاطن في الحولة، الخبز غير موجود، يعني الأعشاب بالتالي لا تكفي، الأطفال تحديدا كيف وضعهم؟ والأعشاب هي حتى محصورة بمواسم معينة، صحيح، يعني الخبيزي وما إلى ذلك مما ورد في التقرير، يعني لحسن الحظ أنا موجودة في هذا الموسم. بالطبع هذا ما نريد أن نقوله، بأن نحن في فصل الربيع، فالأعشاب هي تنبت، هذه الأعشاب لا ليس بحاجة إلى الزراعة، بل هي تنبت في هذا الموسم بشكل سنوي، ولكن نحن ما بحاجة إليه أنه لا يوجد بدائل. الخبز مفقود، الطحين كذلك، الأمر بصعوبة جدا الإنسان أن يحاول أن يدخل ولو كان شيء بسيط من خارج المنطقة المحاصرة، القليل من الدقيق أو بعض من أنواع الأطعمة والمعلبات، فكل هذا هو مستحيل. فنحن أمام أما أن يأكلوا العشب وأما أن يبقوا جائعين. فلذلك نحن نلاحظ بأن سوء التغذية قد انتشر على أجساد الأطفال، وبالإضافة نتحدث عن أطفال الرضع هم بأمس الحاجة للحليب، فأين الحليب في المنطقة؟ بالطبع أمر مستحيل، وإدخال الحليب كذلك الأمر. نعم، أنا أشكرك من حمص الناشط الإعلامي بيبرس التلاوي.